السلام عليكم ورحمة الله، معكم معتصم من قناة تقنية الأندرويد. في موضوعنا اليوم هنحكي عن هواتف هواوي بالنسبة لتغيير الشكل الأزرار الموجود عندنا في الشاشة حاليا. في الأسفل زي ما شايفين أمامنا قدرنا تغيرنا شكل الأزرار أو شريط التنقل ببرنامج معين بدون الحوجة إلى صلاحيات الروت في الهاتف. طبعا معروف لدينا الطريقة المملة بالنسبة لأزرار التنقل في هواتف هواوي. في موضوعنا اليوم هنقدر نتحصل على العديد من الأشكال بالنسبة للأزرار، وإذا كان بخلفيه متحركه او بخلفيه ثابته في البرنامج. اذا حبيت الفكره وحاب انك تجرب فكره البرنامج في الهاتف لتغيير الازرار في هواتف هواوي، اتمنى انك تشاهد الموضوع للنهايه عشان نقدر نوصل فكره البرنامج في الهاتف. واذا كان زيارتك لنا اول مره في القناه، اتمنى منك الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرار لقدام لتقديم المزيد من الخدمات بمشيئه الله. وبالمره كده يا ريت انك تعمل شير الى الفيديو اذا كان جروب في الواتس او في الفيس عشان نقدر نتحصل على اكبر مشاهدات في القناه. فاصل صغير ونمشي لموضوعنا اليوم. زي ما شايفين هنا في الاسفل طبعا دي الازرار الرئيسيه اللي بتيجي مع هواتف هواوي. بالنسبه لجميع هواتف هواوي في الاسفل عند السحب من الاسفل الى الاعلى بتصير عندنا شريط التنقل، ودي حركه ممله يعني حابين نغيرها بدون الحوجه للسحب من الاسفل الى الاعلى. تعالوا نمشي للسيدنك. طبعا في بعض الخيارات الممكن ان احنا نتخذها عشان نخفي الازرار الموجوده. بنمشي بعد ما نكتب التنقل في البحث فيها سيتنج، بنجي للازرار زي ما شايفين هون مدينا خيارات اثنين اذا كان اظهار لازرار الافتراضيه او الايماءات زي ما شايفين هون في الاسفل. اختفت عندنا الازرار التنقل، بنسحب من اليمين الى الشمال عشان نتنقل في الصفحات، وحد ما ننتهي من كل الصفحات بتيجي لنا واجهه التطبيقات. بنعمل في الاسفل مرور من الاسفل الى الاعلى بتختفي عندنا التطبيقات الموجودة عندنا. بنمشي للتطبيق عشان طيب زي ما شايفين امامنا واجهة البرنامج، بنعمل له استار عشان نقدر نمنح التطبيق الصلاحيات المطلوبة عندنا في الهاتف. بنرجع الى صار بنعمل موافق زي ما شايفين امامنا. بعد ما ادينا الصلاحيه الاخيره ظهرت عندنا الازرار بتاع التنقل بشكل دائم، وحتى اذا كان سحبت من الاسفل او للاعلى بتكون هي ثابته في محلها بدون تحرك للاسفل زي ما شايفين البرنامج. في الخيار الثالث زي ما شايفين هنا مدينا العديد من اشكال او ازرار التنقل زي ما شايفين هنا باشكال جميله جدا، وزي ما ذكرت لكم بدون الحوجه الى صلاحيات الروت في الهاتف. على سبيل المثال ممكن نختار الشكل ده زي ما شايفين هنا، تغير عندنا الشكل، والخلفيه ممكن برضو بعدين ممكن تخليها او تستبدلها اذا كان ب يعني خلفيه ثابته او متحركه او لون. بنرجع الى الخلف، بنمشي للخلف الخيار الاول. طبعا ده بالنسبه للسيمات زي ما شايفين امامنا، ممكن تعمل سيت ناو يظهر عندنا خلفيه بالنسبه للازرار بالازرار التنقل زي ما شايفين هنا. اذا كان طلعنا منه خالص زي ما شايفين هنا ظهر عندنا خلفيه بشكل جميل جدا وراقي بالنسبه للازرار الموجوده في البرنامج. متحركه صور جيف زي ما شايفين امامنا ممكن تتحصل عليها بعد ما تعمل سيت ناو، واذا كان متصل بالانترنت بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تتحصل بكل سهوله للشكل اللي انت محتاج له. بنرجع لنا عشان تختفي عندنا الخلفيه زي ما شايفين امامنا، ظهرت عندنا اختفت الخلفيه في الازرار الاسفل هنا. طبعا اذا كان حابب انك تعملها بشكل كبير وواضح هنا ما محتاجين ليكون فيها شكل كبير. طبعا هنا برضو اذا كان حاب انك تضغط الازرار تكون في وسط الشاشه زي ما شايفين امامنا. بجد هو برنامج جميل، ممكن تتحصل على العديد من الاشكال بالنسبه للازرار. وهنا برضو مدينا الخيار للثاني اذا كان حاب انك تعمل خلفيه للازرار اذا كان من الوان مركبه او لون واحد زي ما شايفين امامنا في الالوان المركبة.
شكل الازرار زي ما شايفين امامنا، اتحصلنا على ازرار بدون الحوجه الى صلاحيات الرود في الهاتف وبكل سهوله. البرنامج هو زي ما ذكرت لكم برنامج مجاني، ممكن تحصل على رابط تحميله اسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئه الله. لحد هنا درسي انت، واذكر ونبي بالنسبه للناس اللي بيشاهدونا لاول مره الاشتراك في القناه، واتمنى 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 انك تعمل شير للفيديو في جروب لاصحابك في الواتس او الفيس عشان نقدر نتحصل على اكبر مشاهدات في القناه للفيديو. لحد هنا درسي انت، واشكركم في امان الله.